الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. دولة السيد رئيس الوزراء المحترم، معالي السيد وزير الدفاع المحترم، معالي السيد وزير الداخلية المحترم، السيد محافظ ديالى المحترم، تعلن عشائر جلولاء بعربها وكردها وتركمانها المتعايشين في مدينتهم، مدينة الخير والمحبة والتآخي والسلام منذ مئات السنين. نعلن تضامنا ووقوفنا طودا شامخا جنبا إلى جنب مع قواتنا الأمنية المتمثلة بالجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري، ضد كل من تسول له نفسه المساس بمدينتنا وقراها وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يقتادون على قوت الفلاحين والمزارعين بحرق محاصيلهم الزراعية. اليوم نجدد وقوفنا ونعلنها بصراحة بعدم السماح لحرس الإقليم والأسايش بالتدخل في الملف الأمني لجلولاء وقراها، لأن أهل المدينة أولى بحمايتها مع القوات الأمنية الماسكة للأرض وبمختلف مسمياتها. لقد ذاق أهالي جلولاء الأمرين من تدخلات القوات الكردية من حرق وتدمير وتجريف المدينة وقراها ولكافة أبنيتها التحتية، فلم يسلم مسجدا ولا مدرسة ولا بيتا ولا مرفقا إلا وطالته يد التخريب، وذلك بعد تحرير المدينة أواخر عام 2014. ويحتفظ أهالي جلولاء ومن يمثلهم بالحق الشرعي والقانوني لفتح ملفات في المحافل القانونية والدولية لفضح تلك الممارسات. أهالي جلولاء عنهم الشيخ خلف صالح الخلف الكروي في 26 من شهر رمضان 2441 الموافق 19/5/2020، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتراب الوطن، بتراب الوطن كحنا العيون ونظرنا رواحنا وضحينا بالدم، نموت ولا غريب بقاعنا يدوس، يخسى يدوس غريب وإحنا نشتم. هو يا من هواك يزور الحسين عراق، أنت أبو التاريخ الأقدم، يظل جيشك والحشد فخر كل ما يمر جيل، وتاريخك يظل دوم يتبسم. نعم نعم نعم. بارك الله فيك.